بقالي نص ساعة محتارة احط الليبستيك ايه، زي ما يكون مثلا رايحة فرح مش طالعة اصور لكم فيديو. نجيب حلة كبيرة ونحط من كل دواء، مش عارفة، ما عنديش سؤال، السؤال استفزني ومش هكمله. هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة بقى قعدة رغي. بصوا، لو انتوا بتحبوا الرغي والكلام والمواضيع وان انتوا تعرفوني اكتر او تتعرفوا على دماغي، تفكيري، رأيي في الحاجات، اتفرجوا على الفيديو ده. لو انتوا ما بتحبوش الرغي، ما بتحبوش التفاصيل، ما بتحبوش قعدة البنات، حاولوا تخرجوا من الفيديو، لان الفيديو ده مليان رغي ومليان كلام. بصوا بقى، عادي كل فتره على انستجرام بطلب من البنات ان هم يحطوا اسئله واطلع اجاوب عليها في فيديو، بس كان ان يوجوال الفيديو ده كان بيبقى على القناه الثانيه اللي هي بتاعه دعاء سليمان بتاعه الميك اب، بس من ساعه ما فتحت قناه الفلوجز فالقناه دي هتبقى بطله العالم في الرغي، بطله العالم في التفاصيل، بطله العالم في كل حاجه. اه صح، نوت قبل ما نبتدي، عشان دايما دايما الاقي البنات كاتبه لي دعاء وانت بتحسسينا ليه ان الجو برد باللبس اللي انت بتلبسيه. بصوا يا جماعه، هرجع اقول تاني، مش عارفه انا قلتها قبل كده في فيديو، زي ما انتوا سامعين طبعا الدوشه اللي شغاله دي هي التكييف. يا جماعه انا عندي مشكله مع التكييف، انا شخص بيبرد جدا 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 جدا، ومحمد شخص بيحب السقعه جدا 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 جدا، فدي المشكله اللي ما بيننا. فهو يعني بيحاول يجي على نفسه شويه وانا اجي على نفسي شويه، بلس ان انا نازله ورايحه مشوار فقلت البس ترنج كده. على فكره الترنج ده خفيف جدا مش تقيل اطلاقا. ولو ما كنتوش شفتوا الفيديو اللي انا عملت فيه انبوكسنج وجالي الترنج ده فيه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا من غير رغي كتير عشان الفيديو هيبقى طويل ومش محتاج ان احنا نقعد نرغي كتير قوي، عشان انتوا باعتين كميه اسئله يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي كتير جدا. اكشلي انا ما اعرفش الاسئله فيها ايه، فهنقي الاسئله اللي عايزه اجاوب عليها من غير كذب بقى، مش الاسئله المتعاده، الاسئله مش اللي عايزه اجاوب عليها، اللي جاي على بالي ان انا اجاوب عليها. اوكي، يلا قوموا هاتوا حاجه تشربوها او تتسلوا فيها عشان نقعد مع بعضينا حبه. وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه دي والقناه الثانيه بتاعه الميك اب، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام. ويلا بينا. اوكي، اول سؤال، بتعملي ايه اما بتبقي متضايقه؟ انا ببقى متضايقه مؤخرا، يعني كنت الاول اكل، اليومين اللي فاتوا دول عشان جه عليا برده المود الكئيب الغريب اللي بيعدي على كل الناس ده، بقيت بنام. بحس ان النوم احسن هروب من اي حاجه في الدنيا، بتقلبي يوم تاني على طول. عارفين الصفحه دي ممله، يلا الصفحه اللي بعدها، عارفين كده. ليه احيانا بحس انك متزمته ومش بتتنازلي بسهوله؟ احساسي صح ولا غلط؟ مفيش حد ماشي على خط واحد طول عمره، يعني ساعات احس ان دماغي جزمه، ولو الكون ده اتشقلب هي دماغي جزمه، حتى لو كل الناس دي صح وانا غلط هنا جزمه، ما خلاص مفيش، مش هتعدي. وساعات ببقى متساهله لدرجه ان كل مالك مالك مكبره دماغي زياده عن اللزوم ليه؟ مالك ايه ده، معديه قوي زياده عن اللزوم. هو على حسب المود، على حسب ان انا حاسه دلوقتي اني مش قادره ابذل طاقه وان ابقى متزمده وقفشه بسيبها، وقت تاني لا عندي طاقه ان دماغي تبقى جزمه وكلامي يمشي ومش عارفه ايه. اه بيحصل. اوكي، غيرت البوزيشن بتاع الكاميرا، حاسه كده هيبقى لطيف. بنوته بتقول، هو مش سؤال بس انا بقيت بلاحظ ان حاجات كتيره فيكي اتغيرت في افكارك، مثلا يعني كنتي ما بتحبيش تظهري بيتك ودلوقتي، بس بقيت الكلام طبعا مختفي لان مساحه صغيره. بص اقول لك على حاجه، انا مقتنعه جدا او عندي قناعه كده في دماغي ان مفيش حاجه اسمها رتم واحد او افكار واحده افضل ماشيه عليها طول حياتي. في حاجات ممكن تكوني تتعرض عليكي او تشوفي تفاصيل حد عايشها او بيعملها تقولي ايه ده، انا عمري ما هعمل كده، وتلاقي الايام عدت وبتعملي نفس الحاجه، ودي حاجه غريبه جدا. مين فينا مثلا ما اتريقتش على مامتها في تصرف بتعمله، ولما اتجوزت لقيت نفسها بتعمل نفس التصرف. الفكره كلها ان طبيعي ان الواحد مع الوقت افكاره تتغير، قناعاته تتغير، بس في خطوط حمراء، في خطوط لا دي مش هعديها، الحته دي مش بتاعتي، لا لا عمري ما هعملها، بس في حاجات تانيه ممكن لا مش هعملها، وبعد كده بترجعي في كلامك فيها. فانا مقتنعه جدا ان البني ادم دماغه بتتغير وقناعاته بتتغير، وانت لو شخص جامد ما عندكيش دماغك ما بتاخدش افكار تانيه، ما بتاخدش منحنى تاني، يبقى انت ما بتفكريش، انت مش متعايشه، انت مش بتكبري، انت مش بتاخدي خبره في الحياه. فبحس ان تغيير الافكار دي اكبر دليل ان انت دماغك بتكبر او بتنضجي، اسمها كده بتنضجي. حلو السؤال ده، لو نفسك الزمن يرجع بيكي لورا هتعملي ايه او ما كنتيش هتعملي ايه؟ جاوبي بحبك يا قلبي حياته. بصي دايما السؤال ده بقعد اساله انا واصحابي البعض، يعني لو الزمن رجع هختار اللي انا فيه ولا هغير في حاجه؟
فاكتشفت مؤخرا اني لا هعيش كل تفاصيله وهعمل كل حاجة انا عملتها قبل كده، لان كل تصرف انا عشته او عملته قبل كده كبرني، خلى دماغي اكبر، خلاني مع الوقت تستوعب الناس اللي حواليا. بصوا اي خطوة في حياتك انت مريتي بيها هي اللي مخلية شكل شخصيتك كده دلوقتي، يعني كل التفاصيل اللي عديتي بيها في حياتك هي اللي ادتك خبرة، هي اللي خليتك شخص مختلف خالص عن الشخص اللي كان بيجرب قبل كده. فلو الايام رجعت بيا تاني هعيش كل تفصيلة وهعمل كل حاجة انا عملتها. بنوتة بتقول هو انا مش بحب جوزي ومش سعيدة معاه خالص ومعايا منه اطفال وفكرت في الطلاق، يبقى انا كده ظلمة وانانية؟ هو انت مش ظلمه وانانيه في حقهم هما قد ما انت كنت ظلمه في حق نفسك من البدايه. يعني انت ليه اتجوزتيه وانت ما بتحبوش؟ يعني انت ظلمتي نفسك ودلوقتي بتظلمي ناس ما لهمش اي ذنب في اختيارك انت، ما هو اختيارك انت اللي قررتي تبقي معاه وفجاه دلوقتي خدتي بالك، يعني انت ما خدتيش بالك من الاول ان انت ما بتحبيهوش، وبعد ما جبتي اطفال وهم عيله ومحتاجين ان هم يطلعوا في بيئه طبيعيه وسط اب وام تيجي تقولي انا ما بحبوش، كان القرار ده من الاول. يعني انا شايفه انك لا ما تغصبيش نفسك تدخلي علاقه انت مش عايزه تدخليها او مش حباها او مش مرتاحه فيها، لكن ما تجيش تحملي بقى الناس اللي انت جبتيهم ضريبه اختيارك انت. وفي المجمل اعملي اللي يريحك برضو، مش هغصب عليكي يعني او اقول لك او اقنعك بفكر في دماغي انت غلطتي في حق نفسك وفيهم، بس اعملي اللي يريحك. يعني انت لو حاسه ان انت راحتك في مكان، يعني انا دايما اقول الجمله دي لاي حد بيتكلم معايا في اي موضوع، دايما اقول لو انت حاسس ان انت غلطت ومفيش في عمرك غير يوم واحد بس عشان تصلحي فيه الغلطة دي تصلحيها، بس ما تكمليش اليوم ده على الغلط، يعني على الاقل تحسي ان انت تخلصتي من الغلط اللي انت بتعمليه. يخرب بيت مشاكل الحب. بصوا مش قادرة احب العريس اللي جاي لي ولا حاسة ان عندي طاقة، بس الموضوع ماشي، تفتكري ممكن احبه؟ انا بجد مش فاهمة دماغكم. فكرة ان انتوا تخشوا حاجة وانتوا مش عارفين احتمالية اي حاجة فيها، يعني انت دلوقتي عايزة تتخطبي له او تتجوزيه وانت يعني حاطة على امل ان ممكن احبه، عاملة زي اللي ما بيعرفش يعوم وراح رمى نفسه في نص البحر على امل انه ما يضبش هيعرف يعوم، مش هتعومي، هتغرقي. فبس ما عنديش كلام غير كده. عديتي فترة فهد وهو بيبي ازاي وانت لوحدك في دبي من غير مساعدة فترة وهو شهر لسنتين؟ اوكي انا سبت مصر وفهد بالظبط كان عنده 3 شهور ونص، يعني قضيت اول 3 شهور ونص في مصر، فجيت طبعا في اكتر فترة صعبة، كنت بنهار كتير وكنت بعيط كتير وكنت بحس ان خلاص انا حياتي وقفت وانا هفضل كده طول عمري وما بعرفش انام ومبهدلة في نفسي وبعمل كل حاجة تحت الضغط وبعمل كل حاجة بسرعة. بس بصي عايزه اقول لك حاجه برده مهمه، ان زي ما ربنا قال كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ما بيديكيش الحاجه الا لما يكون عارف انت قد ايه هتستحمليها. عمر ما ربنا هيديكي حاجه وانت مش هتقدري تستحمليها، هو بيديكي حاجه وعارف انك هتقدري. انت بتشتكي وتعبانه وهلكانه بس بتقدري، هي دي. لو الواحد محتار في قرار وقلبه بيقول له حاجه وعقله بيقول له عكسها، يمشي ورا مين؟ بصي يعني انا كدعاء لا ارشح العقل جدا، لاني دايما القرارات اللي بتتاخد من مشاعر ما بيبقاش فيها كده زي ما بقول مش فيها مصداقيه، يعني انت مشاعرك محركاك ومحسساك ان الحاجه دي هي لا دي حلم حياتك فيها، وممكن الحاجه دي هي اللي تدمر لك عمرك بعد كده. فانا بحس ان العقل مريح اكتر كدعاء، يعني مع ان لو اي حد تاني بيحكم بقلبه as you like، بس انا كدعاء بحس ان العقل اذكى بكتير. ليه ما تعملين قناه للفاشن بعشقك؟ انا ما بعتبرش نفسي فاشونيستا، انا ما بعتبرش نفسي اصلا اقول لكم في فرق بين بنوته بتعرف تلبس كويس او تعرض اللبس كويس، دي اسمها موديل، يعني دي مانيكان بتحط عليها الحاجه تطلع مظبوطه، وفي بنت تانية بتكرييت، هي بتلاقيها بتطلع لك افكار، تلاقيها جايبه لك حاجتين ما لهمش علاقه ببعض هي تحطهم كده على بعض تلاقيهم بقى حاجه فظيعه، وتبقى اللي هي بتعمله ده تراندي وكل الناس بتعمله، دي الفكره. ففي فرق كبير قوي بين واحده بتعرض لبس وواحده تانية بتكرييت او بتبدع. حاجه عايزه تعلميها لابنك؟ حاجه عايزه اعلمها لابني، نفسي فهد يفضل طول عمره حنين
عشان الحنيه والرحمه دول اهم حاجه نفسي تكون فيه، يعني دي اكتر حاجه نفسي تكون فيه وبحاول طول الوقت ان انا ازرعها فيه. مش مثاليه والله، بس يمكن دول اكتر حاجتين بحس ان هم لو موجودين في البني ادم خلاص انت ما تقلقيش عليه، انه يبقى حنين ويبقى رحيم. غير كده بقى لا، سيبه للدنيا هي هتعلمه اكتر مني بكتير. مصيبه عملتيها وانت صغيره. اوبس. بس اول ما قلت مصيبه جه على بالي حاجه واحده بس. بس زمان واحنا صغيرين اي ثينك ان انا كنت عندي تقريبا 7 سنين 8 سنين، كنت صغيره، وهاب اخويا اكبر مني بثلاث سنين برضو كان صغير، ما كانش كبير كفايه، وميشو اصغر مني بسنه اللي هو محمد. القناه بتاعته هحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس. المهم فكنا بنيجي مثلا ماما تصحى الصبح تقوم تروح شغلها هي وبابا، وانا واخواتي بنبقى قاعدين في البيت سبيشال لو اجازه مثلا. كان اخويا بيعمل حاجه او احنا كنا بنعمل حاجه، كنا بنلم كل الادويه اللي في البيت كلها ونجيب حله كبيره ونحط من كل دواء، يعني الدواء الشرب شويه، الدواء اللي هو اللي هي الكبسولز شويه، كل دواء نحط منه حاجه ونفضل نقلب 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 نقلب، عارفين جو الساحره الشريره ده وكده، وهو بيغصب على واحد فينا انه لازم يدوق. هو اكشلي والله احنا ما كناش بندوق، يعني هي بس ليلى انت لازم تدوق وامسكوه وكتفوه. دايما يا ابو هو اللي كان بيبقى رئيس العصابه، وعلى حسب بقى كل واحد مين معاه المره دي، يعني ممكن يكون هو رئيس العصابه والمساعد بتاعه ميشو وبيجوا عليا انا، وممكن اكون انا المساعده بتاعته واحنا الاثنين نيجي على ميشو. بس دي كانت اكتر حاجه بنعملها واحنا صغيرين، كانت كارثه. انا مش عارفه احنا كنا بنعمل كده ازاي او دماغنا كان فيها ايه، بس دي اكبر مصيبه احنا عملناها واحنا صغيرين. اوكي، ابنك دخل مدرسه ولا اونلاين؟ عشان انا حاسه بالذنب ان ابني ما دخلش عشان الاونلاين. لا انا ما دخلتش فهد. فهد السنه دي المفروض كان هيخش اف اس 1 المفروض، يعني عشان هو كان بريتش فكان هيخش السنه دي. بس رجعت فكرت قلت يعني اولا هو طفل ازاي هيقعد يتعلم اي ليرنينج ويقعد قدام لابتوب ويفتح المايك ويقفل المايك ويتكلم مع المدرسين والكلام، فحسيت ان اللود كبير قوي عليه، هو لسه صغير مش فاهم الكلام ده كله، وفي نفس الوقت هو كان لسه داخل يعني اف اس 1 او بما يعادل كي جي 1، فاللي هو يعني على ايه يعني. لا ما تحسيش بالذنب خالص. يعني ازاي بتقدري تقنعي فهد انه يبعد عن الميك اب بتاعك وما يكسروش او ما يبوظش اي حاجه؟ بصوا يا جماعه، انا يمكن حاجه ما تعرفوش عني، انا شديده شويه عن محمد. محمد طول الوقت هو اللي بيدلع ويهنن، انا الكلمتي مع فهد خلاص مفيش كلام، بالبصه الموضوع بيظبط. والموضوع ده خد مني وقت كتير قوي طبعا عشان اعرف اهندل مع فهد. يجي ساعات بيفتح الدراج، بس هو بطل مرحله التكسير لانه خلاص كبر. بس لما بيجي يفتح الدراج اقول له حاجه ماما حاجه البنات، فخلاص هو بيبقى عارف ان ده الارم مفيش. فانا اقدر اقول ان انا مع فهد انا شخصيتي اقوى معاه عن محمد. محمد عشان يعني بيبقى طول النهار في الشغل، فمش هيجي كمان يقعد يشد بقى ويزعق والكلام ده كله، فبيكون هو الين كتير مني. لكن انا طول الوقت اللي بحاسب والصح والغلط والتفصيل كده. فنوده بتقول انا هبدا مشروع وخايفه قوي من الخساره. طول ما انت خايفه انك تخسري هتخسري، عمرك ما هتنجحي الا لما تقعي. الوقعات او الفشل هو بيبقى بدايه النجاح، فطول ما انت خايفه انك تاخدي الريسك عشان خايفه من الخساره ولا عمرك هتبداي، وان بداتي والخساره في دماغك هتتحقق. اوكي، هي نصيحه مش سؤال. لاحظت انك في فلوج البيت ان فطارك وغداكي ما فيهوش اي خضروات، خلي بالك من صحتك يعني. اوكي، في فلوج البيت انت شفتي يوم من سنه، يعني انا بعمل فلوج البيت مش كتير، يوم واحد من سنه كامله. فا اكشلي في اليوم ده ما تقدريش تحكمي عليا ان انا باكل خضروات او لا، بعمل كذا ولا لا، خدت الخطوه دي ولا لا، لانك ما عشتيش معايا اليوم كله وما عشتيش معايا الشهر كله وما عشتيش معايا السنه كلها. انا ممكن في الفيديو ده اكون دورت على حاجه سهله ان انا اعملها عشان يبقى سهل في تصوير الفيديو، لكن ممكن في اوقات تانية تلاقيني باكل كل الحاجات المفيده دي. يعني دي نقطه برضو، سيبك من موضوع الاكل، هي فكره ان احنا ما نحكمش على شخص لمجرد ان احنا شفناه ساعه، لان ممكن تكون حياته مختلفه خالص كومبليتلي عن الساعه او اليوم اللي انت شفتيهم دول. فلو انت بقى عايزاه تساليني انا عن اكلي، انا الحمد لله الحمد لله بشهاده كل اللي يعرفني، انا لو خارجه مكان السلطه قبل اي حاجه في الدنيا. لو مثلا عايزه اكل مش عايزه اكل اي حاجه في الدنيا، هتلاقيني باكل لا خضار لا فاكهه. انا بطله العالم في اكل الحاجات المفيده، يعني دي معروفه عني اصلا من وانا صغيره. ف نوت.
اوكي، الفرق بينك وبين جوزك كام سنه، وايه فرق السن الطبيعي اللي المفروض يكون ما بين الزوج والزوجه؟ مفيش حاجه اسمها مفروض، في ستات كتير متجوزه رجاله وهي اكبر، الست اكبر من الراجل وعلاقه ناجحه جدا، والعكس هو اكبر منها وعلاقه ناجحه جدا، في سن بعض وعلاقه ناجحه جدا. مفيش حاجه اسمها المفروض، في حاجه اسمها متفاهمين بقدر قد ايه، او احنا دماغنا شبه بعض بنسبه قد ايه، ده اهم حاجه. فرق بيني وبين محمد 6 سنين، وانا من وجهه نظري شايفه ال6 سنين دول بالنسبه لي انا، لان انا احب ان الشريك يحتويني، ياخد باله مني، ابقى مسؤوله منه مش انا اللي مسؤوله عنه. فعشان كده افضل ان انا اخد مثلا واحد اكبر مني، لان انا بحس كده ان بتعامل فهد مثلا معايا انا، بتعامل محمد سوري، بتعامل محمد معايا انا وفهد، بحس ان محمد عنده عيلين دعاء وفهد مش عنده طفل واحد، فانا الاحساس ده انا بحبه. فانت تدوري بقى على الاحساس اللي انت بتحبيه. فكرتي في يوم يا دودو انك تخرجي بره السوشيال ميديا خالص، بالرغم ان ممكن اجيلك الامارات لو عملت كده؟ حياته. بصي زمان كنت افكر ان انا ممكن اخرج من مجال السوشيال ميديا بسبب الضغوط النفسيه اللي كانت بتسببها لي، يعني من ناس قله الادب مثلا والاسلوب اللي زي الزفت والكلام ده كله. بس مع الوقت ومع السنين، انا بقالي ما شاء الله 3 سنين دلوقتي السوشيال ميديا، اعتقد لا، يعني خدت خبره كفايه، زي ما بيقولوا كده خدت مناعه. ولو خدت قرار ان انا ابعد عن السوشيال ميديا، هيبقى قراري ان انا اللي عايزه، انا مش عشان الناس ضغطاني، عشان دعاء اللي عايزه ان هي ما تكمل. اوكي، كمان سؤال اعتقد ان هي سالت سؤال قبل كده بس انا ما شفتوش. حسيتي امتى اني جاهزه تبقي ام؟ انا لسه مش اتجوزت وبحب الاطفال جدا بس مسؤوليتهم كبيره. انا ما حسيتش في وقت معين. انا على فكره قرار ان انا اخلف قراري كان غبي جدا، يعني مش قصدي ان انا اخلف، يعني ما حطيتش اسس او قعدت فكرت مع نفسي اللي هو دعاء انت عايز تخلفي ليه، دعاء انت هتقدري تشيلي مسؤوليه طفل ولا لا. انا تقريبا خلفت بسبب الزن اللي حواليا بجد والله، يعني افتكر بابا من بابا كمان مش ماما، بابا من تاني شهر جواز، هيك مش حاجة حلوة جاية في الطريقة، مفيش بقى، كل شهر يزن عليا اللي هو يعني بابا اللي كان ضغطني جدا في موضوع ان انا اخلف ده. وبعد ما خلفت وقفت لحظة كده، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كل اللي انا فاكراه ان كنا قاعدين كده في قعدة حلوة، والمأذون قال لي لجوزي يا ابني هل تقبل بالبنت الغلبانة اللي قاعدة دي؟ فراح قال له اقبل، وفرحنا وانبسطنا وزغرتنا، فجأة اهو ايه ده عيل، فاهمين؟ فرجعت بعد كده قلت خلاص هو نصيب، وربنا بيديكي الحاجة وبيديكي الطاقة اللي تقدري تعملي بيها الحاجة دي. ولا ما ندمتش على القرار، يعني ان انا استعجلت ولا حاجة، لا بالعكس. لو كنت راجل ليوم واحد كنت هتعملي ايه؟ وبلاش اجابات تقليدية. بصي لو كنت سألتيني السؤال ده مثلا من 10 سنين فاتت كنت هقولك ايه؟ عشان ابات بره البيت، مع اني ببات دلوقتي عادي. بس اقولك على حاجه، اللي تقول اجابه السؤال ده وتلاقي عندها احلام وطموحات فيه، هي الشخص اصلا اللي معمول له قمع، فاهم؟ اللي هو اصلا مش واخد حريته. لكن انا كمان انا ست واخده حريتي كامله، اي حاجه عايزه اعملها زي جوزي بعملها عادي جدا. فاللي تقولك عندها احلام ده انا اعمل واسوي واروح واجي والكلام ده كله، ادي واحده بقى عيني مكبوته وعايزه تطلع الكبت. بس انا لا، ما عنديش القمع ده، انا عايشه حياتي زي جوزي بالظبط، بنعمل كل حاجة مع بعض، مش محرومة من حاجة، سهر بسهر، بات بره البيت بعمل، ليا اصحاب، ليا خروجات، اقدر اخد صاحبتي واخرج، يعني ما عنديش قمع في حياتي. فعشان كده ما عنديش حاجة نفسي اعملها زي الرجالة، لان انا مش محرومة من حاجة فيها. يعني ازاي ابقى مؤهلة للجواز لاني عروسة وقربت اتجوز والموضوع مرعب بالنسبة ليا، فاعمل ايه؟ مؤهلة للجواز اما تحسي ان انتي هتقدري تعيشي مع شخص تاني ممكن تكون افكاره مختلفة كومبليتلي عن افكارك، ممكن تكون دماغه غيرك خالص، ان انتي تقدري تتقبلي الاخر، ان هو لو متضايق وانتي مش متضايقة، مرة تعصب تقدري تحتويه. هي فكرة ان انتي تقدري تتحملي وجود شخص تاني ممكن يكون مختلف كليا عن مزاجك، عن طريقتك، عن كل حاجة تخصك، انك تتقبليه. فاعتقد ان الجواز اهم شروط، وانك يكون عندك تقبل الاخر، ان يعيش معاكي واحد مختلف عنك كومبليتلي وتتقبلي. اعتقد ده موضوع مهم. هو ممكن يبقى شخصي شوية، انت ازاي قادرة تحافظي على شكل جسمك ما شاء الله حلو؟ هل بتلتزمي باكل ورياضة اطلاقا؟ وعلى فكرة يا بنات خليني اقول لكم حاجة مهمة،
يعني مش معنى ان انا اللبس بعرف اتصور حلو او بوزز حلوه او شكل معين في الصور. على فكره انا لو قعدت عادي كده وعارف انت نحت كده شويه وهتلاقوا في بطن على فكره، عندي ستريتش مارك مفيش اي مشكله. يعني بصوا يعني ما تخلوش الصور تديكوا انطباع خيالي عن عموما الناس اللي هنشوفهم على انستجرام. حتى كان في واحده اجنبيه برضو منزله، يا رب الاقي البوست، هي منزله متصوره ببوز حلوه قوي في الصور، جسمها مشدود حلو وخطير، متصوره نفس الصوره بنفس اللبس في نفس المكان بس وهي مريحه، باين قد ايه جسمها فيه تنيات وقد ايه هي عندها بطن. فالفكره كلها ما تخليش الصور البرفكت تخليكي تقولي اه ده الشخص ده ما فيهوش غلطه، انا عندي بطن مكان الحمل ومكان ما باكل شويه حلو وقولهم بعد ما اكل فبطني تتنفخ الكلام ده كله. ف تخليش الصور تخدعك عموما. بس انا ما بعملش اي حاجه يعني، ولا بنظم اكل ولا بلعب كده. بتفضلي الشهره ولا الحياه الطبيعيه؟ ما انا عايش حياه طبيعيه يعني. انا بص اقول لكم على حاجه، انا ما بعتبرش نفسي اصلا شخص مشهور تمام، وما بعتبرش اصلا نفسي حد معروف، وبستغرب او بتنح كده شويه ما بلاقيش اجابه اما ببقى ماشيه في مول والاقي بنت يعني تعرفني وتيجي تسلم عليا، اللي هو انا ما يعني حد يعرفني، انا دماغي ما بتستوعبش كده. فانا بالنسبه لي مش عايشه حياه شهره خالص، انا عايشه حياه طبيعيه جدا، فما عنديش مقارنه فيهم ان انا اختار لان انا حياتي طبيعيه. ايه هي الحقيقه المطلقه الموجوده في حياتنا؟ بصوا انا عندي كونسبت كده ماشيه بيه طول عمري، هي جمله كده سمعت عنها كلام قبل كده بس مش فاكره الموضوع، بس هي بمعنى يعني ان كل ذلك لن يدوم طويلا. بمعنى الجمله دي هتمشي على كل حاجه في حياتك، كل حاجه. تعالي كده هاتيها مثلا، عندك ظرف وحش جدا جدا وضغطك جدا، حطي الجمله دي، كل ذلك لن يدوم طويلا. فعلا الحاجه الوحشه دي مش هتفضل على طول، هتاخد وقتها وهتمشي. في وقت فرحانه ومبسوطه ومش عارفه ايه وايه وايه، اعرفي كل ذلك لن يدوم طويلا، ان اللي انت عايشاه ده مش هيفضل طول العمر. فبحس ان دي الحقيقه اللي في حياتنا، ان مفيش حاجه دايمه، مفيش موقف معين دايم، مفيش حاله معينه دايمه، كل ذلك لن يدوم طويلا. بنوته بتقول لي لقيتي الطبطبه، والله لسه بدور عليها يعني، دورت كتير بس يعني لسه بدور، هلاقي ان شاء الله. ليه بحسك بتحبي محمد قوي وهو على طول مش طايقك؟ اوبس. بص يا جماعه، مش معنى ان هو مش بيطلع على الكاميرا يفضل يبوسني ويحضني ويمسك في ايدي ويطبطب عليا والكلام ده كله، يبقى معنى كده ان هو ما بيحبنيش. الحب ليه مقاييس ثانيه خالص، وبما ان انا شخص متكلم بيعرف يتكلم قدام الكاميرا ببقى واخده راحتي واخده عليها مش محرجه منها، فعادي بتصرف طول الوقت كده عادي براحتي. ممكن يكون هو بيعمل اكتر من كده بس مش لازم يعمله قدام الكاميرا، يعني مش لازم يجي يحضني ويبوسني ويقول لي انا بحبك قوي قدام الكاميرا، لا ممكن يكون بيعمل الحاجات دي بره الكاميرا عادي. فما تحكموش على الصوره من بره، ممكن يكون هو في الحياه الحقيقيه هو بيحبني اكتر بكتير ما انا بحبه، بس انتوا بتشوفوا الجزء بتاعي انا اللي يخصني انا، ما شفتوش الجزء بتاعه هو. انت الفكره؟ مين اكتر يوتيوبرز بتحبي تتابعيهم؟ بصوا انا بتفرج على كل الناس، انا شخص تافه جدا لدرجه ان ممكن العنوان يشدني ان انا اخش الفيديو حقيقي، يعني ممكن ناس ما كنتش بتابعهم اصلا بس شفت عنوان فيديو اه ايه ده عجبني فاخش اتفرج. ما عنديش حد اللي هو يا لهوي ده انا قاعده اهو مستنيه الفيديو بتاعك تنزله، لا خالص ما عنديش الحته دي نهائي. بتفرج على كل الناس، ما فيش حد ما بتفرجش عليه. لو قصدك عن الناس اللي بتعمل ميك اب زي يعني، كل اليوتيوبر اللي انتوا بتحبوهم انا بحبهم، وكل اليوتيوبرز اللي انتوا بتستنوهم انا بستناهم زيكم كاني فان ليهم، لان انا في الاساس كنت فان ليهم يعني، انا بتابعهم وبستناهم قبل ما انا اخش المجال اصلا. بنوته بتقول لي غنلنا غنلنا. اوكي هغني لكم اغنيه بتاعت وائل كفوري، انا بحبها قوي. لو حبنا غلطه تركنا غلطانين، ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين، مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ المقامات ضيعة وكل حاجة ضيعة بس الأغنية دي أنا بحبها. بنوته بتقول لي فكرتي في الهجره؟ انا ما فكرتش فيها خالص لاني انا ما عنديش استعداد ان انا هاجر خالص، ان انا اعيش في دوله اجنبيه بقيت عمري ولا لا 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 الموضوع عندي مرفوض تماما. محمد فكر بس انا ما فكرتش خالص لاني بصوا والله مش وطنيه زايده بقى والجو ده لا خالص، بس انا بقعد اقول لمحمد انا مش عايزه يبقى عندي جنسيه تانية، مش عايزه ابقى ماشيه بجنسيتين، لا ما لا
عمري ما فكرت ان انا هاجر. وما عرض عليا الفكره وكان الموضوع سهل على فكره، رفضت تاني. لو كنتي تعرفي على حفله انس واصاله كنتي هتروحي؟ مش عارفه، انا ما اعرفهمش يعني، انا ما اعرفهمش شخصيا عشان اروح، بس عجبني الاحتفال قوي، حسيته ديفرنت وحسيته حاجه حلوه. انا نفسي بقيت قاعده عماله اكاونت داون معاهم على برج الخليفه واتفرج عشان اعرف الجنين ولد ولا بنت، فحسيتها حاجه حلوه. ايه ده، جميله قوي. وعملت ازاي بقيت الناس حرام عليكم الفلوس اللي انتوا دافعينها، لان انا اعرف ان هو سبونسرد باي اعمار، ان هم اللي عملوا لهم الموضوع ده، هم ما دفعوش فلوس. فكره ان هم يا جماعه يصوروا اللي حصل وينزلوه على التشانل بتاعتهم، وان الفيديو لف العالم كله، ان كان على اليوتيوب ان كان على الفيسبوك، فده دعايه الاعمار ذات نفسهم، فهم ما دفعوش الفلوس الخياليه اللي الناس قاعده تتكلم عليها. انا اسفه والله، بس السؤال ده استفزني قوي قوي. لو في واحد بحبه ومتجوز، بس احنا مرتبطين من قبل ما يتجوز، هو بيحبني جدا بس بيسيب بعض عشان هم جيراننا ومسابه اخوات، طب ما اتجوزكيش ليه؟ يعني بدل ما يحبك ما اتجوزكيش ليه؟ مش 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 فاهمه يعني. ما ادكيش انت عايزه اجيبها لك كده، ما ادكيش انت شهاده تقدير جوازه ليه؟ واداها لواحده تانية ليه ما دام بيحبك؟ انا مش فاهمه الصراحه. وانت ازاي راضي على نفسك انا اسفه ان انت تحبي واحد متجوز؟ ترضي انت تبقي متجوزه وجوزك يحب واحده تانية عليكي؟ بس كمان يعني ما انت عارفه انه متجوز ومعاه واحده، انا اسفه يعني، بتنام جنبه كل يوم بالليل وانت راضيه وبتحبيه، ازاي تدمري بيت، تبعدي واحد، تبعدي قلبه؟ طب هو قلبه وقلبي رمانه، شايل اللي رايح واللي جاي، انت فين؟ انت انا مش عارفه، ما عنديش سؤال. السؤال استفزني ومش هكمل. جوازك عن حب ولا صالونات؟ بحبك قوي وانت عسوله وسالكه كده، ماشي اوكي. جوازي ميكس الاثنين مع بعض. الحياه بعيده عن الاهل صعبه قوي ولا السوشيال ميديا سهلتها؟ لا، السوشيال ميديا سهلتها جدا، سهل ان انت تشوفي مامتك في اي وقت، تكلميها في اي وقت، الصبح بالليل. لكن زمان فاكرين الناس لما كانوا بيسجلوا لبعض على شرايط كاسيت وكانوا يتكلموا مكالمه بالعافيه، اللي هو الو ازيك عامله ايه اخبارك ايه، ويقفل لها. طبعا سهلت كتير. لو البيريد مش مظبوطه عند البنت، يتوجب عليها انها تقول لخطيبها او على الاقل حد من اهله؟ تقولي له ليه؟ ما تروحي تكشفي، ولو في مشكله صارحيه بيها، لكن تروحي تقولي له ليه؟ ما تكشفي الاول، اعرفي السبب. حاولتي تشتغلي غير السوشيال ميديا؟ لا خالص، لان السوشيال ميديا مناسبه لحياتي، مناسبه لريتم حياتي. انا عايزه ابقى في البيت، عايزه مع ابني، مش عايزه احتك بالبشر، مش عايزه انزل اطلع اروح شغل واصحى بدري وانزل، وانا شخص ما بعرفش يبقى عليا مدير، هو اللي يلزمني بمواعيد شغل معينه، هو اللي يقول لي روحي، هو اللي يقول لي تعالي اعملي سوي، ما بستحملش يكون ليا مدير. فعشان كده ما حاولتش ان انا اصلا ادور على شغل. ايه اكتر حاجه بتحبيها في شخصيتك وايه اكتر حاجه نفسك تغيريها؟ بصوا، واكتر حاجه بحبها في شخصيتي، مع ان حاسه السؤال ده يعني انا قوي، بس اكتر حاجه بحبها في شخصيتي ان انا صاحبه جدعه جدا، وده بشهاده الحمد لله كل اللي حواليا، وانا عارفه ان انا الشخص ده، انا شخص جدع لابعد الحدود مع صحابه. يعني انت صاحبتي وانا بحبك، وعشان بحبك ممكن اروح اطلع كليتي واديها لك عادي جدا. العيب الوحش اللي فيا ان مجرد ما صاحبتي بتعمل معايا موقف تنسى بيه الصحوبيه، تنسى بيه الجدعانه بتاعتي، تحول 180 درجه، بخليها مهمشه، انتي مش موجوده. وما بعاتبش بقى ولا مش موجوده، لان انا بالنسبه لي الصحوبيه دي حاجه كبيره قوي، زي علاقه الاهل ببعضهم. فانا جدعه قوي في صحوبيتي، بس في قلبتي مش حلوه. وبس كده يا حلوين، الاسئله خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بنبسط قوي بالفيديوهات بتاعت الاسئله دي، لان بحسها انها بتقرب المسافات ما بيننا قوي، بتخلينا كده عارفين دماغ بعض، عارفين دعاء بتفكر ازاي، دماغها رايحه فين، الكلام ده كله. فبحس ان الاسئله قوي بتقرب الناس من بعضها، ان انا اسالك انت بتفكر ازاي، انت دماغك زيي، انت تفكيرك في الحته دي عامل ازاي، بحسها لا بتقرب الناس من بعض قوي. فبس كده يا حلوين، يا رب تكونوا انبسطتوا بالفيديو الطويل بتاعي ده. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الميك اب، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، هتلاقوا الاكونت ظاهر دلوقتي على الشاشه. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.